بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنستكمل شرحنا اليونت 1 Staying Healthy في الصف الثاني الثانوي منهج اللغة الإنجليزية الجديد لسنة 2021. النهاردة هنتكلم عن الجرامر بتاع يونت 1 اللي هي استخدام must و have to. بسم الله. استخدام must و have to، الاثنين دول معناهم يجب ان او من الضروري، يعني احنا عارفينهم طبعا مش جداد علينا وعارفين طبعا عنهم يعني information كتيرة قوي. لو انا قلت مثلا must، جملة على must مثلا، لو قلت I must follow the school rules، يعني ايه؟ يجب علي ان اتبع مثلا قواعد المدرسية، خلاص. عكسها هنا mustn't، عكسها هنا mustn't. شايف الجملة دي؟ لما اقول you mustn't، you mustn't drive a car without a license، يعني لا يجب عليك ان انت تسوق العربية من غير رخصة القيادة. يبقى دلوقتي عندنا استخدام must معناها يجب ان او فيها الزام، وعكسها كلمة mustn't لا يجب او محرم عليك، طبعا فيها نوع من الصرامة او نوع من التشديد لانها تبع القوانين او تبع القواعد، خلاص. طيب لو حبينا نسألها او حبينا نستخدمها في سؤال، لو حبينا نستخدمها يعني دي تعتبر الافيرماتيف ستيتمنت، دي صيغة الاثبات. لو اتكلمنا عن صيغة الكويشنز، يعني لو دخلناها في yes or no questions، هيبقى السؤال عامل ازاي؟ هقول مثلا must you speak loudly all the time، must you speak loudly all the time، loudly all the time معناها ايه؟ هو انت لازم يجب عليك يعني ان انت تتكلم بصوت عالي طوال الوقت؟ طيب ندخل على النقطة الثالثة في استخدام must، لو احنا استخدمناها في ال WH question. ال WH question يعني السؤال بادئ بالكلمة الاستفهامية. هقول مثلا what must we do، what must we do، اللي يجب علينا فعله when the traffic light is red، لما يبقى الإشارة لونها أحمر. طبعا كل دوت لغاية دلوقتي كده دي حاجات information يعني قديمة بالنسبة لنا، ما هيش جديدة. استخدام must في affirmative، استخدام must في yes or no question، واستخدام must في WH question سهلة جدا وتركيبها سهل جدا زي ما احنا شايفين. طيب رابع حاجة نتكلم عليها الباسيف فورم او الباسيف ستيتمنت، استخدام must في المبني للمجهول. طيب عندنا مثلا لما اقول the school، الاكزامبل ده the school rules، القواعد المدرسية، شوف بقى هكتبها ازاي، must be followed، لابد ان تتبع. هو ده الباسيف بتاعها، بيبقى تكوينه must زائد be زائد البي بي اللي هو past participle زي ما انتم شايفين كده، must be followed. ديت شكل استخدام must في الباسيف ستيتمنت، must زائد be زائد البي بي. اوكي نستكمل مع بعض. النقطة اللي هتكلم عليها دلوقتي ان must لا يعني لا يجب
عدم أو عدم استخدام to بعد must في الجملة. يعني بمعنى ذلك الانفينيتيف بيجي بعد must على طول من غير to. أقول مثلا student طلبة أو الطلاب must follow the school rules. يعني الطلاب لابد ان هم يتبعوا القواعد المدرسية. انا استخدمت هنا بعد must كلمة follow او verb follow من غير استخدام to، من غير استخدام to. معنى ذلك ان هو بيجي بعديها الانفينيتيف على طول. خلاص ديت حاجة بديهية وحاجة سهلة جدا. طيب نمبر 2، ان انا يمكن استخدام must كاسم، وهنا معناها ضروري او ضرورة زي ما احنا هنشوف كده. اما اقول مثلا working العمل، working hard العمل بجد، is a must to reach العمل بجد هو ضرورة، to reach your goals ضرورة حتمية عشان توصل لأهدافك. طبعا هنا must زي ما انتم شايفين كده سنة تانية، هنا must هي استخدمتها مش كverb، استخدمتها كنوم. خلاص طيب بعد كده هنتكلم دلوقتي كمان عن نقطة مهمة جدا، وهي ان انا لما اجي استخدم او عند التعبير عن ضرورة او الزام في الماضي هقول must هي ليها ماضي، ايوه ليها ماضي بس شكله مختلف جدا، اللي هي had to. اقول example، اقول مثلا I had to take my driving test yesterday. معناها ايه ديت؟ انا كنت مضطر ان اخد الاختبار السواقة في امبارح. بدل ما استخدم must هيبقى الاصح ان انا استخدم had to، استخدم had to اللي هي بمعنى يجب ان او من الضروري بس في الماضي. وفي تعبيرات تانية برضو لازم نعرفها سنة تانية، تعبيرات مهمة جدا بتعني بيبقى ليها معنى قريب جدا من must. اول تعبير معانا it was necessary to، وبيجي معها infinitive. ادي example لحاجة زي كده، اقول it was necessary to take، انه كان من الضروري ان اخذ my driving test yesterday. اوكي طيب نمبر 2 الاكسبريشن اللي معايا النهارده برضو يا سنه ثانيه، it was a necessity. يبقى ده اول اكسبريشن، it was necessary to plus infinitive. تاني حاجه شبهه خالص التعبير ده برضو شبه التعبير الاولاني ده، it was a necessity انه كان من الضروره، a necessity it was a necessity to plus infinitive. ادي example، هقول مثلا it was a necessity to take، نفس الكلام to take my driving test yesterday. اوكي نمبر 3 التعبيرات المقاربة جدا لمست او استخدام مست، it was a must to سهلة جدا plus infinitive، انه برضو كان من الضروري ان، وبيجيب بعدها infinitive. هستخدم نفس الاكزامبل، it was a must to take my driving test yesterday. اوكي طيب
هنستكمل دلوقتي مع بعض كمان استخدامات must, uses of must. اول حاجة بستخدم must للتعبير عن القوانين والقواعد. معايا كده؟ استخدامات must او uses of must. اول حاجة استخدام must. استخدام must زائد انفينيتيف طبعا للتعبير عن القواعد العامة والقوانين. زي مثلا الاكزامبل ده، اقول مثلا drivers اللي هم السواقين must wear يعني لابد يجب عليهم ان هم يرتدوا seat belts اللي هي ايه؟ احزمة الامان. خلاص. نمبر 2 من ضمن استخدامات must للتعبير عن الالتزام الداخلي النابع من رغبة الشخص اذا كان الفاعل اي او وي. يعني ايه الكلام ده؟ لما انا يبقى مضطر ان انا اعمل حاجة او بنصح نفسي ان اقوم بفعل شيء، يعني الالزام جاي من جوايا انا، هنا بستخدم must. الاصح ان انا استخدم must لو انا بنصح نفسي انا، او الالزام جاي من جوايا انا مش من بره مش من الخارج، ودايما بتيجي مع اي وي. خلاص. يبقى نمبر 2 في استخدامات must ان هي للتعبير عن الالزام الداخلي. خلاص. ودايما بستخدم معاها اي او وي. ادي اكزامبل، لما اقول مثلا I must work hard for the exam. انا لازم اشتغل بجد عشان الامتحان. I must work hard for the exams. لازم اشتغل بجد عشان الامتحانات. هنا الرغبة جاية من جوايا انا، يبقى بنصح نفسي انا. طيب نمبر 2 ما اقول I must buy a present. هدي اكزامبل تاني اهو. I must buy a present. لازم اشتري هدية for my mother tomorrow. يعني ايه؟ لازم اشتري هدية لماما غدا، لأمي غدا. ادي must برضو انا بنصح كده، النصيحة جاية من جوايا، محدش بيفرض علي حاجة. طيب ادي اكزامبل مثلا تاني، ممكن اقول we must buy souvenirs for our friends. لابد علينا او يجب علينا ان احنا نشتري هدايا لاصدقائنا. الاستخدامات من ضمن استخدامات must كمان نمبر 3 اعطاء نصيحة قوية لشخص مقرب، يعني مثلا اخوك او صاحبك. اعطاء نصيحة قوية لشخص مقرب، او مثلا من طبيب لمريض. خلاص. يبقى النصيحة القوية دي من ضمن استخدامات must. اقول مثلا you must stop smoking. دي نصيحة الطبيب طبعا تملي. you must stop smoking. يجب عليك الايه؟ الامتناع عن التدخين. you must stop smoking يعني لابد ان انت توقف الايه؟ التدخين. دي نصيحة دكتور لمريض. طب نمبر 2 ممكن يقول لي كمان you must wash your hands. يجب عليك ان تغسل ايديك before you eat، قبل ان تتناول الايه؟ الطعام. خلاص. طيب رابع استخدامات نص must توجيه الدعوة بقوة، دعوة حرة. يعني بتعزم على صاحبك بقوة على حاجة معينة، او بتعزم ناس مثلا مقربين ليك على غدا، على هدية، على دعوة معينة. يبقى معناها توجيه الدعوة بقوة. توجيه الدعوة بقوة. هقول مثلا ايه سما، بنادي على واحدة اسمها سما. You must come. لازم تيجي
to my birthday. To my birthday لازم تيجي عيد ميلادي. Party, my birthday party tonight. يا سما لازم تيجي عيد ميلادي الليلة. خلاص ممكن أقول you must come. You must come لازم تيجي and see us وتشوفنا وتزورنا at the weekend. يبقى الدعوة الإيه؟ دعوة بحرارة أو دعوة بقلب جامد. خلاص طيب خامس استخدام من استخدامات must تحفيز شخص مقرب على القيام بشيء، عامل زي النصيحة القوية يعني. تحفيز دي قريبة جدا من إعطاء نصيحة قوية. تحفيز شخص مقرب، شخص مقرب للقيام، للقيام بعمل شيء معين، تزكية أو توصية. أقول مثلا إيه you must buy this villa. You must buy لازم تشتري الفيلا دي. This villa اشتري الفيلا دي مثلا. It's a bargain. It's a bargain إنها صفقة يعني فرصة. It's a bargain إنها إيه صفقة رابحة يعني. دي نصيحة إيه قوية كنوع من الريكومنديشن أو مثلا strong advice. سادس استخدام النهاردة معانا الاستخدامات must تستخدم صيغة استفهام للانتقاد أو اللوم. بستخدمها ساعات استخدام must في صيغة الاستفهام للانتقاد أو اللوم. إزاي مثلا أقول إيه must you talk while you are eating. وأنت لازم مثلا تتكلم وأنت بتاكل، ده نوع من الإيه من الانتقاد. must you talk وأنت لازم must you talk while you are eating بينما أنت تأكل. مش لازم يعني وأنت بتتكلم تأكل، دي نوع من الانتقاد. أو مثلا أقول له إيه why must you shout at me. why must you shout ليه أنت بتزعق لي at me all the time. ليه بتزعق في وشي طول الوقت، ليه بتزعق لي طول الوقت. يبقى ده نوع من الانتقاد. طبعا هي مش عايزه اجابه يس او نو ولا حاجه، بس هي نوع من الانتقاد او الايه او اللوم يعني، بس بطريقه قويه شويه. نستكمل مع بعض. عندي استخدامات بقى اختها اللي هي mustn't. mustn't استخداماتها سهله جدا وبسيطه جدا. اول حاجه في استخدامات mustn't، اول حاجه للتعبير استخدمها للتعبير عن المنع او التحريم او عدم السماح طبقا للقوانين. يبقى استخدم mustn't اول حاجه ليها استخدامها للتعبير عن المنع او تحريم طبقا للايه طبقا للقوانين. خلاص او القواعد يعني قوانين او قواعد معينه بستخدمها بشكل ايه بشكل نفي. اقول له مثلا اقول لواحد جاي يركن في مكان ما فيهوش ركن عربيات خالص مثلا، اقول له طبعا دوت في البلاد اللي هي بتحترم القوانين عدم الركن في مكان غلط دوت بيعرضه للمساءله القانونيه. اقول له مثلا you mustn't you mustn't لا يجب عليك park. you mustn't park outside مثلا يعني outside the entrance يعني لا يجب عليك ان انت تركن خارج المدخل مثلا. او اقول مثلا you mustn't park here انت ما ينفعش. you mustn't محرم ممنوع. you mustn't park here ممنوع تركن هنا ماشي. you mustn't park here it's forbidden يعني انه ممنوع. it's forbidden. وطبعا دي مش جديدة علينا استخدام mustn't، عارفينها قبل كده واخدينها ان هي تبع laws تبع rules instructions تبع القوانين والقواعد زي ما احنا عارفين. طيب عندي كمان اعطاء نصيحة قوية لشخص مقرب
او مثلا من مريض من طبيب لمريض، زي ما احنا هنقول مثلا يبقى تاني استخدام لمصنت، تاني استخدام لمصنت النصيحة القوية برضو نفس الكلام بس بشكل نفي، يعني النصيحة القوية لشخص مقرب ولا سيما من الطبيب للمريض. ازاي؟ هقول مثلا you mustn't، هدي example you mustn't waste your time، يعني لا يجب عليك تضيع وقتك. ده طبعا نصيحة ام او اب لولادهم. او مثلا الدكتور بيقول you mustn't eat too much، مثلا much sweets، متاكلش حلويات كتير، much sweets او a lot of sweets، خلاص it's dangerous for your health. رابع استخدام، تالت استخدام عندنا المصنت، التحذير من القيام بشيء قد يترتب عليه ضرر او او عقوبة. للتحذير بستخدمها، للتحذير من القيام بعمل شيء قد يترتب عليه عقوبة. زي ايه مثلا؟ سنة تانية لما اقول you mustn't give your visa card details to anyone، you mustn't يعني ما ينفعش تدي الديتيلز بتاعت الفيزا كارت بتاعتك لأي حد. you mustn't give your visa card details، ان ديت هتوديك ورا الشمس، details to anyone ما ينفعش طبعا، خلاص. طيب عندي هنا بقى كمان طرق اخرى لاستخدام مصنت، طرق عديدة جدا سهلة جدا وبرضو ماهيش جديدة علينا، واخدينها قبل كده. الحاجات الجديدة بقى هناخدها دلوقتي بس شوية كده. في هناك طرق اخرى للتعبير عن الضرورة او الالزام، هناك طرق اخرى للتعبير عن التحريم، expressions كده لازم نعرفها، يعني بتساوي في الاخر mustn't، بتساوي في الاخر mustn't. ايه هي اول expression عندنا؟ اقول it's not allowed، it isn't allowed، لا غير مسموح. او اقول كلمة allowed ممكن تستبدل بكلمة legal شرعي، ممكن كمان permitted مسموح به، وممكن كمان كلام تاني هنقوله بعد كده. 2 plus a infinitive، ندي example، ندي example حاجة زي كده. اما اقول مثلا it's not allowed، it's not allowed غير مسموح، او it's not legal to، او it's not permitted to مثلا park your car here، مش مسموح لك park car here، مش مسموح لك تركن السيارة هنا او سيارتك هنا، خلاص. طيب في بقى كمان expression تاني بيسويها، اللي هي it's، مفيش هنا نفي اهو، بس نفينا كلمة legal. يعني ايه نفينا كلمة legal؟ جبنا الاوبزيت من كلمة legal، بقت illegal، illegal غير شرعي، خلاص. هنقول it's illegal، او بتساوي كمان against، بتساوي كمان against of law، انه عكس القانون. او ايه كمان الاكسبريشن دي؟ او دي illegal او against of law، بعدين 2 plus infinitive، 2 plus infinitive. يعني انتم ملاحظين ان في الاكسبريشن دوت ما استخدمناش not بعد is، لانها جايبة اصلا كلام يعني معنى التحريم او عدم السماح، زي illegal و against of law. هندي اكزامبل بسيط برضو، اقول مثلا it's illegal، it's illegal انه غير شرعي، it's illegal to park برضو your car here، your car here، ماشي. طيب ايه كمان؟ في كمان expression تاني هناخده دلوقتي، اللي هو بيبقى subject be not allowed او permitted. subject ادي تالت expression عندنا، subject، وبعدين بعديها verb to be، بعدين not allowed او كلمة permitted. هقول مثلا you aren't allowed، انت مش مسموح لك، you
aren't allowed. You aren't allowed to bark here. مش مسموح لك تركن هنا. طيب رابع اكسبريشن معانا النهارده سنه ثانيه هو عباره عن انفينيتيف او جيرنت. انفينيتيف او جيرنت وبعدين بي انفينيتيف زائد الجيرنت زائد الاي ان جي يعني هو جيرنت اصلا جيرنت وبعدين بي وبعدين نوت allowed او against of law وبعدين نكمل كلامنا ازاي ندي امثله. اقول مثلا ايه سهله قوي parking your car here يعني ركنت عربيتك هنا parking your car here اللي بقى هيحصل ايه is illegal مش مسموح مش مسموح بيها او isn't allowed او مثلا is against of law وهكذا خلاص. طيب عندي كمان بعض الاكسبريشنز اللي ممكن استخدمها للتعبير عن التحريم او المنع زي مثلا it's banned نكتبها مع بعض كده سنة تانية it's banned it's banned ممنوع it's banned ممنوع او prohibited من محظور prohibited ماشي او forbidden وبعدين to plus infinitive. اقول بقى الاكزامبل اقول مثلا it's bank it's banned to park your car here ممنوع ان انت تركن عربيتك هنا. طيب تاني اكسبريشن عندنا اللي هو استخدام ايه subject زائد be verb to be زائد banned prohibited او forbidden برضو from نفس الكلام بس from بعديها gerund بعديها ايه gerund. اقول مثلا انت ممنوع او محظور ان انت تركن عربيتك هنا you are banned you are forbidden you are forbidden مثلا لان هي الثلاثه دول اخوات banned forbidden وكمان prohibited yeah. you are prohibited مثلا from parking here انت محظور لك ان انت تركن هنا parking here خلاص. طيب نمبر 3 الاكسبريشن الثالث معانا سنه ثالثه سنه ثانيه الاكسبريشن الثالث معانا اللي هي الجيرنت الفيرب زائد الاي ان جي زائد بي زائد بانت او بروهيبتد او فوربيدن از فوربيدن. اقولها ازاي مثلا اقول برضو باركينج يور كار هير از بانت باركينج نفس الكلام اللي فوق بس باستخدام الثلاث كلمات دول اللي هي بانت وفوربيدن وكمان بروهيبتد. Parking your car here ركنة عربيتك هنا مالها is banned يعني ممنوعة أو prohibited أو forbidden أي كلمة من الكلمات دي. أوكي سنة تانية هنستكمل بقية الجرامر بتاع يونت 1 استخدام have to و has to طبعا ما هياش جديدة علينا استخدام ده بقية الدرس استخدام have to و has to have to و has to معناها يجب أن. طيب حلوة قوي في المبني للمعلوم هقول مثلا هدي اكزامبل يبقى الاتنين دول معناهم ايه يجب أن بس في يجب ان طبعا هاف زي اللي بيجي معاها الاي وي ويو زي حاجات بتاعت اعدادي اصلا وهاز تو بيجي معاها هي وشي او ات او اي اسم ايه مفرد. هقول مثلا يو هاف تو فولو انت يجب عليك ان تتبع فولو ذا سكول يونيفورم ذا سكول يونيفورم اللي هي الايه اليونيفورم المدرسي. طيب
في النيجاتيف ده في الافيرماتيف في الاثبات. حلو الكلام. في النيجاتيف بقى بجيب طبعا نمبر 2 هقول يو دونت هاف تو جيت اب ايرلي، يعني انت مش يجب عليك ان انت تصحى بدري، مش لازم يعني تصحى بدري. في الكويشن هقول مثلا اللي هي yes or no question، yes or no questions، هقول do you have مثلا، بدي مثال do you have get up early، do you have to get up early، هو انت يجب عليك تصحى بدري. طب لو ال wh question، ال wh question هقولها ازاي سنة تانية، هقول مثلا what does مثلا احمد have to do، ماذا يجب على احمد فعله to join the club، عشان يلتحق بهذا النادي. طب في الباسيف، الباسيف بتاعها سهل جدا زي ما احنا هنشوف كده، هقول مثلا the electricity الكهرباء مالها، او فاتورة الكهرباء electricity bill has to be paid، لابد ان تدفع، لازم ايه اسددها او ادفعها. طيب عندي هنا نستخدم كمان has to مع الفاعل او المفعول للمفرد الغائب زي ما انا قلت، يعني حاجات قديمة ومعلومة قديمة خالص. اما have to مع I و we و you و they انا مش هكتبها لانها سهلة. وكمان بستخدم have او has to النفي بتاعها، نفي has to هو doesn't وليست hasn't، خلاص doesn't have to، والنفي بتاع have to النفي بتاعها don't have to، نفيها ايه سنة تانية don't have to. هقول مثلا we don't have to finish all the reports today، احنا ما كانش يجب علينا ان احنا نخلص كل التقارير النهاردة، خلاص. طيب عندي كمان سنة تانية الجديد بتاعنا السنة دي في حاجة اسمها has got to وفي حاجة اسمها have got to، ديت في البريطانية في البريتش انجلش بتساوي بالظبط have to و has to، يعني مفيش فرق خالص. بس الفرق في ايه؟ لما اجي انفي بقى has got to او have got to بيبقى نفيهم hasn't got to او haven't got to، هي دوت الفرق ما بينهم وبين دول. لكن دول ما بقى فيهم زي ما انا قلت بقول doesn't have to او don't have to، خلاص. ادي اكزامبل مثلا، اما اقول رودينا او اقول مثلا علي اي حاجة، اقول مثلا علي has got to check the مثلا inbox اللي هو بتاع الايميل، يعني inbox every morning، هنا بقى معناها ايه؟ يعني يجب على علي ان هو يشوف الانبوكس كل يوم الصبح اللي هو بتاع الايميل. طيب عندي كمان بستخدمها في المبني للمجهول عبارة عن مثلا has got to be plus bb، has او have وبعدين got وبعدين to be plus bb، ده شكله ايه فين؟ شكله في الباسيف، شكله فين؟ في الباسيف. ادي اكزامبل لكده، هقول مثلا دي انبوكس ده في الباسيف بتاع has got to have got to اللي هو يجب ان بتساوي have to has to بالظبط، بس الفرق منهم في النفي. هقول مثلا الاكزامبل بتاع الباسيف، اقول دي انبوكس اللي هو الايميل يعني ماله has got to be checked، has got to be checked every morning، لابد ان هو يفحص كل ايه؟ كل صباح، خلاص. حلو الكلام. طبعا
صيغة الماضي بتاعت has got to و have got to، صيغة الماضي بتاعتها هي had to وليست had got to، خطأ. يبقى had to أقول مثلا ملك، أقول مثلا ملك had to borrow مثلا money، اضطرت ان هي تستلف فلوس money after losing her purse. خلاص طيب، امال استخدام بقى need و need to هي نفسها استخدام need او needs to هي بتساوي استخدام have او has to، دي بتساوي دي بالظبط. اقول مثلا هدي اكزامبل، اقول يارا needs to take language course، يارا needs to take language course، هي عايزه تاخد ايه كورس لانجوج، ادي needs هنا معناها has to. خلاص طب لو عايزه اعمل سؤال اعمله ازاي، او لو عايزه انفي هتبقى doesn't، طبعا سهله doesn't need to. طب لو عايزه اعمل سؤال هقول مثلا does يارا need to take مثلا، واكمل الكلام وعلامه استفهام. خلاص في المبني المجهول بيبقى شكله عامل ازاي، بتبقى need او needs to be plus be be. خلاص اقول مثلا needs to be taken a language course needs to be taken by Yara. خلاص لكن needn't لا يتبعها حرف جر، ما ينفعش اقول needn't ديت يعني مش محتاج، ما كانش من الضروره، ما بيجيش بعديها حرف جر، ما فيش حاجه اسمها needn't to go. يبقى needn't دي اختهم بقى اللي لازم نعرفها، اللي هي بتاعه النفي بتاعتهم، او يعني ليس من الضروري، ما كانش فيه حاجه ان انا افعل ذلك، ليس من الضروري، او ما كانش فيه حاجه ان انا افعل هذا الفعل. needn't لا ياتي بعدها حرف جر، لا ياتي بعدها to. ادي اكزامبل، لما اقول mom مثلا needn't go شوبينج، ماما ما كانش من الضرورة ان هي تروح تعمل شوبينج every day كل يوم. خلاص طيب ندخل بقى على استخدامات has to و have to. ايه هي استخداماتها؟ اول حاجة للتعبير عن الالتزام اللي جاي من الخارج، المفروض من الخارج، التعبير عن الالزام، للتعبير عن الالزام المفروض من الخارج، زي ما اقول مثلا ايه، اي يوجد اختيار، زي الالتزام بالقانون والقواعد في موقف محدد بزمن المضارع والمستقبل. اقول I have to pay the bill، بصوا بقى الكلام، I have to pay the bill، انا يجب علي ادفع الفاتورة or the internet، والا النت هيقطع، دي الزام جاي من الخارج، عشان كده بستخدم have to or the internet service، خدمة النت ها will be disconnected، يعني مش هتبقى متوصلة. خلاص طيب استخدم برضو will have to plus infinitive للتعبير عن شيء من المهم القيام به في المستقبل، يبقى دايما بستخدم will زائد have to plus infinitive للتعبير عن ضرورة عمل شيء، للتعبير عن ضرورة عمل شيء لكن في الايه، في المستقبل. اقول مثلا ايه the flight، الطيارة the flight ها is at 6، الطيارة الساعة 6 in the morning، in the morning، so we will have to get up very early، عشان كده لازم نصحى ايه بدري جدا. طيب وكمان عندي هنا
هاتو اللي كنا جبنا سيرتها قبل كده، بستخدمها للتعبير عن الالزام بتاع must او have to، must او have to، ولكن في الايه؟ في الماضي. ولكن فين؟ في الماضي. ما اقول ايه مثلا had to cook the family dinner yesterday. طيب ايه had to cook dinner yesterday مثلا. طيب انا عايزه النفي، اقول ايه؟ ايه didn't have to cook dinner yesterday واكمل خلاص. طيب النقطه الاخرانيه معايا النهارده، ايه الفرق ما بين mustn't و doesn't have to؟ ايه الفرق ما بين mustn't و don't او doesn't طبعا have to، وبعديها ايه؟ infinitive. mustn't بتعبر عن الالزام صح، غير مسموح غير او ممنوع. اما اقول مثلا student don't have to keep silent in the exam room، طبعا الكلام ده غلط. لكن اقول ايه؟ student had the example student mustn't، student mustn't make noise in the exam room. تعبير عن ايه؟ يبقى mustn't هنا للتعبير عن ايه؟ للتعبير عن الالزام، للتعبير عن الالزام تبع القواعد والقوانين خلاص. لكن don't و doesn't have to و need to دي بتعبر عن شيء ليس من الضروري القيام به، ولكن يستطيع الفاعل القيام به اذا ايه؟ اذا اراد. يبقى don't have to او doesn't have to او مثلا ايه؟ او don't او doesn't don't مثلا need to دي بتعبر عن ايه بقى الحاجات ديت؟ ان هو عدم الالزام او ليس من الضروري، ليس من الضروري فعل الشيء، فعل هذا الايه او القيام بهذا الشيء، ولكن ممكن الشخص، لكن يستطيع الشخص القيام به اذا ايه؟ اراد، طبعا مزاجه يعني اذا اراد. اما اقول مثلا ما ينفعش اقول student mustn't get up early on Friday as it's holiday، انا بتكلم على اجازه يوم جمعه، سواء بقى يصحوا بدري او ما يصحوش بدري تبع ايه؟ راحتهم النفسية. يبقى mustn't دي قوية على الجملة دي، لكن ممكن استخدم don't have to get up early on the morning او in the morning on Friday it's a holiday ماشي. اما اقول مثلا student don't have to get up early on Fridays ايام الجمعة it's a holiday. طبعا هنا ما استخدمش ايه؟ mustn't، لكن استخدم don't have to او مثلا don't need to خلاص. طب ايه الفرق بقى ما بين didn't need to و needn't have pp؟ هقولها تاني اهو، didn't need to ده ماضي. طيب و needn't، شايف الاكسبريشن ده؟ شايف الاكسبريشن needn't have زائد البي بي، الاثنين ماضي صح؟ طب الفرق ما بينهم ان didn't need او didn't need have to plus infinitive بتعبر عن ان كان الفاعل يعلم انه ليس من الضروري لذلك لم يقم القيام به. يبقى دي didn't need to ان الفاعل عارف ان مش من الضروري انا اقوم بالفعل ده، عشان كده هو ما قامش بيه. اما اقول مثلا ايه؟ it was raining انها تمطر، دي didn't need to، it was raining انها ايه؟ تمطر. حلو الكلام. طيب so I didn't، عشان كده انا ما كنتش محتاج didn't need to water the flowers، ما كنتش محتاج ان اسال ايه؟ اسقي الزرع خلاص. يعني it wasn't necessary so I didn't do that. طيب اما needn't have زائد البي بي،
بتعبر عن ان الشيء لم يكن الفاعل يعلم انه ليس ضروريا ولذلك تم القيام به. يبقى هنا بقى نيد انت هاف زائد البي بي ما يعرفش ان الشيء ده ما كانش ضروري بس قام بي، بس قام بي. يعني ادي اكزامبل مثلا، اما اقول علي ده اكزامبل وده اكزامبل، اما اقول علي نيدنت هاف بوت، ما كانش من الضروري يشتري لحمه، بوت ميت مثلا، وي هاف انف ان ذا فريزر، احنا عندنا ما يكفي في الفريزر. معنى ذلك ان هو قام بعمل هذا الشيء وما كانش من الضروري ان يعمل هذا الشيء بس هو عمله. يبقى اقول مثلا تفسير الكلام ده ايه، ان علي didn't know what we have enough meat، ان احنا عندنا لحمة كفاية في الفريزر، so he bought more unnecessarily، like عشان كده هو اشتري حاجات ما كانش من الضروري ان هو ايه يشتريها اللي هي اللحمة. خلاص، يا رب تكون النهاردة الحلقة افادتكم. انتظار في انتظار الحلقة القادمة ان شاء الله هحل معاكم الاكسرسايز عشان نطبق على القاعدة بتاعت must have to وneed وneedn't والحاجات ديت بتاعت unit 1. كانت معكم سوسن سامي من قناة سوسن سامي انجلش، ما تنساش لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.